بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكركم على الاستضافه، وبوجه شكري لسياده محافظ مطروح ان هو استضافنا في المعسكر في مرسى مطروح، وبشكر مجلس الاداره ان هو نبى هذا المعسكر برضه. وبتمنى في الاول كده ان ربنا يوفقنا ونعمل فرقه كويسه ان شاء الله، يكونوا عامل جيد يعني للمنافسه على الصعود للدوري الممتاز. الحمد لله يمكن احنا بدانا من 10/7 وعملنا بعض التجارب لبعض اللعيبه الجداد، وجبنا بعض اللعيبه الحمد لله كويسه، يعني جبنا اكتر من 6/7 لعيبه. اعتقد ان هم هيبقوا اضافه للفرقه مع اللعيبه القدام اللي احنا يعني يستنوا من الموسم اللي فات. عاملين معسكر، اعتقد ان هو المعسكر لغايه دلوقتي ناجح. كنا بنتمرن مرتين وثلاثه، اعتقد ان الفرقه كلها او اللعيبه كلها استفادت من المعسكر ده. بتمنى في الفتره اللي جايه ان شاء الله ان احنا هنبتدي، اول ما بننزل من المعسكر هنبتدي التجارب بقى الوديه للمباريات، وهيبقى بدايتنا مباراه القنايم 25، بعديها يوم 30 هيبقى اف سي مصر، بعديها بتروجيت يوم 4، بعديها هيبقى في مباريات تانية بس لسه ما اتفقناش عليها. بتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه ان اللعيبه تستوعب الدرس بتاع الموسم اللي فات، ان هم كانوا المفروض كانوا يبقى هم اولى للصعود، لكن ان شاء الله السنه دي احنا مركزين، المحافظ معانا، مجلس اداره معانا، مش باخد بحاجه. بتمنى في اخر الحديث يعني التوفيق للعيبه وللجهاز الطبي ومجلس اداره، وبشكر الناس كلها بتوع مطروح، واتمنى ان احنا يعني نوفق بصعودهم ان شاء الله للدوري الممتاز. شكرا يا فندم.